كندير في ستوريات صافي، ولا عندي عادة اللايف كندير في ستوريات وانا نقول اجي ندير اللايف دغيا غنمسحهم حتى 5 دقائق، نبدل المود ديالي، المود ديالي تخربق مع هاد الحاسة والله. شوفوا فين كليت مع الشيا هنا، مع نكشة والورقة والستيلو الايران و هي هاد لاصوص بحال هريسة زوين. عرفت هاداك سميتو هادي ديك دي. انغيستري ونحطهم تما وصافي. قلت نبدل شويه المود ديالي معاكم، طلعوا لي هرمون السعاده وصافي. انا لا ضيعت وقتي هكاك ومشيت جلست شي تفرجت فيها فيلم، وحق الله حصل ليا عرفتي. نهار كتوصل تعرف الوقت شحال مهم، كل دقيقه من حياتك، كل ساعه من حياتك كتضيع، شحال مهمه. عندك البروف ما معصبة من والو، انا معصبة غير على ضاع ليا 3 سوايع من الوقت والله. والله الضحك على الوقت صافي. ايوا واش كتعاودوا؟ ازيكو، واش اخباركو؟ ماش دا بغيت نسولك كيفاش ممكن نكتمو اسرارنا ومبقاوش نعاودو كلشي. نعطيك الطريقه، غادي تشدي واحد الخيط برا وتخيطي فمك، تعديه من هنا مزيان ودير قفل، غتسدي فمك يعني واش هادي خاصها وصفه؟ انا داخله نتحدث اونفيت انا دابا بقى شويه معاكم، ولكن هادي راه واقع. ورينا كيفاش ما مبقاوش قولي لنا كيفاش ما مبقاوش نقولو اسرارنا. ما تبقايش تقولي اسرارك، هذه الطريقه غتسدي فمك وتبقايش تقولي اسرارك. واش هذه خاصها شي جهد؟ خاصها جهد كبير، خاصها ما عرفتش ساد داك شي واحد فردي كيقول لك قولي ديك الساعه، قولي لنا عطوك شي طريقه كيفاش تخلصي من هذا المول الفردي. نديكلاري البوليس، نصيفطو لك البوليس، اذا كنتي بارادتك دونك بإرادتك غادي تحبسي تسدي فمك. هاتي كيسطاني البنات بعد المرات، كتقولي مجدة أنا قتلني الفراغ في حياتي، قولي شنو ندير؟ صبق الميم ترتاح. إيه كتبتها بنت كتقولي مجدة قتلني الفراغ في حياتي، عرفتي بكثرة الفراغ وما عندي ما يدير في حياتي كنبقى نفكر وأفكار سلبية وهذا، قولي شنو ندير؟ عمري داك الفراغ. بعد المرات راه كيجي شي حاجة كنفهم شي بنات اللي كيكون شي حاجه كاينه اقوى منهم، فهمتي؟ ولكن ملي كتجي تقول لك وحده قتلني الفراغ في حياتي، عمري الفراغ، واش فهمتي؟ شي حوايج اللي باينين. شنو غتقول لك؟ ما عنديش فلوس باش نتقيد في لاصال، ديري ساعه شعلي الشعبي في التلفازه وشطحي ساعه في الدار هو سبور زومبا شعبيه. شري كتاب ب20 درهم 30 درهم، ما يمكنش شي واحد في العالم ما تكونش عنده 20 درهم شي شري. الا ما عندكش هاد الشارج معي لها شارجي تكون عندك. بداي تسالفي انت وصحاباتك تبادلوا كتب، وادخلي اليوتيوب عباد الله تصنت الكتب مسموعه كيقراوها عليك. ها هي ساعه اخرى عمرات، ساعه اخرى تصنت شي بودكاست فيه استفاده، ساعه اخرى نوضي تعلمي الطبخ في الكوزينه، جبدي وصفات جداد وتفني من نقادي غرض موكله وليداتك من ورا من هكا. ساعه خرجي في العشيه ديري الزريعه وولدك ولادك يتمشاو منهم وما يبدلوا الجو منهم، انت كتمشي هي ساعه ديال لا مارش وانت كتعمري وقتك. ساعه سيري عند الجاره شربي كويس ديال اتاي بلا نميمه. يعني بعض المرات كاينين شي حوايج اللي باينين تو غيز، والله عتي بعض المرات كاينين شي حوايج باينين ما كنبغيوش نشوفوه. مش ده دور الضحيه اصعب دور يقدر يطيح فيه الشخص، وي اصعب حاجه يقدر يطيح فيها الشخص سورتو مني بحال هادي مثلا. هادي راه ضحيه ديال الفراغ، كتشوف الفراغ ضحيه هو اللي غالب عليها، ما عارفاش باللي هي اللي مخليه الفراغ في حياتها وهي اللي خاصها تعمرو. الا ما عمرتوش كيفاش غيعمر؟ فهمتوا؟ ناري باقي فيا العصب كنهضر معصبه، يلاه حتى باقي فيا العصب من سميتو. المهم البنات اللي ما شايفيش الصوري انا علاش معصبه،
الكور ديال اليوم عندنا فيه 4 السوايع من 7:30 حتى ل11. بالنسبه للناس اللي خدامين داكشي ما كيقدروش يدخلوا بالنهار كيدخلوا في الليل. تعصبت والبروف اللي دخلت عدا اليوم. وانا اصلا في واحد القاعده من صغري البروف الا ما ارتحيتش ليه وما عجبنيش المنطق ديالو وهضرته ماشي هو بيرسونيلمون مي الطريقه ديالو كيفاش كيابوردي المواضيع وكيفاش كيناقشهم لا ما جاتنيش لما كانت مطابقة المنطق ديالي بلاتي نصيفط لها ميساج مش متبقاش تصوني ما 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 كنقدرش ندخل داك الدرس هادي اصلا عندي من الطفولة. زادت كملت ليا هادي حنا داخلين كالعلاقات حنا باقيين في العلاقات في المرحلة الرابعة بلاتي كنزادير اللايف قلت لكم حنا اختي كنهضروا لا في علاقات لا في كارير كل ما هو العقل هاد لا ماشين هادي كيفاش نخدموها لصالحنا. هاد البروف قالت لك كتقري الطاقه في بلاصه اخرى وبقات كلشي كتلغط علينا الطاقه 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 اي موضوع كتهضر عليه كتربطو بالطاقه. اختي انا مخصص بال الفلوس هنا باش نقرا على العقل الباطن كيفاش كيخدم سواء في علاقات سواء فاش ما كيفاش غادي نسخروا هذا اللي ربي اصلا مسخر لنا ما في السماوات وما في الارض جميعا منه من نوع عقلنا حنا اللي سوف نحسن استخدامه باش يوصلنا. كيفاش غنحسنوا يعني استعمال هاد الماشينه هادي هاد لا ماشين هاد الماكينه باش تنفعنا في علاقاتنا مع اولادنا مع رجالتنا. حنا هادو كانوا علاقات زوجيه زعما بين الحبيب والحبيبه تكون معصبه وكترتاح مجد سبحان الله البنت الوحيدة اللي كانت فرش فيها ونرتاح هي انتي تكون معصبة وكرتاح تكوني معصبة وكترتاحي وانا دابا درت اللايف وانا معصبة وغرتاح بلاتي مفش قلبي. والمهم قلت حنا بنادم كانت عصبة وما خليش العصب دابا يخسر لي نهاري كامل دابا عندي 10 الليل غادي نمشي دابا شوية غنشد فيلم ندير كوميديا نضحك راسي هادي صافي دابا شوية دابا غنفش قلبي وشوية غندير لها الاسبان. ويلا لهاد هاد البروف كتقري الطاقه في بلاصه اخرى جايه كدير الاشهار لراسها هنا اي موضوع حنا كنهضروا على العقل الباطن هي كتربطوا لنا بالطاقه والطاقه والطاقه حسن الطاقه الشاكرا كتنظف لك من الجدر ومن هذا الطاقه الالهيه. وهذه انا ماشي ما كنصدقش هذا الشيء بيان سور ربي يعني الطاقه العليا هي ديال ربي هو اللي كيعطينا الطاقه باش نستحملوا هو اللي عطينا هذا العقل هو اللي عطينا هو اللي عطينا كل شيء والكون فيه طاقة وحنا كلنا طاقة هادشي أنا عارفاه. ولكن هنا اللي بغيت نقول لكم شنو اللي عصبني ماشي أنها كتهضر على الطاقة أنني أنا ما مخلصاش مدرسة ديال الطاقة كون بغيت طاقة غنمشي نخلص مدرسة ديال الطاقة ونقرا على الطاقة. أنا مخلصة الآي سي إف على العقل الباطن وكيفاش كيخدم ففهمتي هذا هو الموضوع اللي عصبني ما عصبنيش أنها كتهضر على الطاقة شغل هذاك الله يسر ليهم ديما كنقولها اللي كيخدم الطاقه الله يسر امره. ولكن انا اختي ما مخلصاش زبات فلوس باش تجي تعطيني فورماسيون فواحد البلاصه اللي ماشي مجالي. هذا هذه هي النقطه اللي عصبتني انا داخله نضيع 3 السوايع من وقتي هي الطاقه 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 مالنا عصبتني. وكتقول البنات اللي عندها شي سؤال انا خليت نمرتي راه كنقري الطاقه دوزو عندي نقراو خرجت من الكوغ دابا سالاتو بكري اصلا ب1:30 ولا ما عرفتش خصك تقوليها ليهم. لا لا قلت لكم في السطوري قلت لك راه لا صيفط دابا ميساج الاداره غيتقادوا معاها يقول لها واش كنا كتقري هذا ولا كدير اشاره راسك للطاقه تقري هنا تخلصي وتجري الناس للكوغ ديالك ديال الطاقه. ميساج زوين بلاتي بديت كنتفش من حقي يا صاحبتي نتعصب من حقي مخلصه زباد الفلوس يعني راه ماشي ما تعصبتش من الخوا خاوي فهمتي
يا اختي سيري، كيف ما حليتي لي بزاف العقد في حياتي ونفعتيني في شحال من حاجه، الله ييسر امرك يا اختي. حيدتي لي كاع الاعصاب دابا، وحق الله الحمد لله والشكر لله. حدا قالت ما افهم غير كلمه الطاقه، صافي خليك على الطاقه. ولاو كيدخلوا عندي خليجيين، هذه اللي كتقول لك انا كويتيه ما كنفهم والو، هذه اللي اختي ما عندي ما ندير لك سيرو تاع المدارجه، ما حنا كنفهموك. نوض شنط قاتل قدامكم عيب. كنت جالسه تانيه رجليا، كنت تانيه رجليا هكا عرفتي ديك الجلسه. الحمد لله بردت شوي. ليكم كان كيقول لي واحد الشيطان صيفط الميساج للاداره نقول لهم راه الدرس راه ما قراتنا فيه والو، قرينا الطاقه اليوم وانا ما مهتمش بداك المجال، وهذا اصلا راه غادي يعطوني تكرار. دابا انا غنصيفط لهم غنقول لهم ما الدرس ما فهمتش بزاف وكان مولي من رونجيني ولا خرجت منه، بغيت ندخل ديال بانو، هي الاستاذه ديالي اللي كنحماق عليها حتى هي بحالي، واش كتعجبني هي منطقيه بي ان ال بي ان ال قاريه لينيرجي قاريه كلشي، ولكن كتقول لك لا اختي انا بي ان ال، كتقول لك بي ان ال هي اللي كتدخل ليا لعقلي وهي باش كنخدم، هذيك كتجيني على قلبي فهمتي. شحال وزنك؟ 65 كيلو. غنقول لهم راه ما قدرتش، المهم ما ركزتش في الدرس ولا هادي ولا شي حاجه. استغفر الله العظيم العصابه هذا باقي. وغنقول لها ندخل التكرار ديالو مع الاستاذه ديالي، صافي ما كاين لاش نشكي بهذيك، خليها ربي جازيها، جايه كتخلص الصالير من عند المدرسه وزيدها كدير الاشاره لراسها لحاجه اخرى، ما بلانش. مجد عندي خوف من الموت لدرجة كنوصل لمرحلة خايبة وكنبقى نفكر بناتي صغار ما نخليهم لشي حد. حبيبة نقولك سيري عند بسيكولوج، سيري عند بسيكولوج ولا بسيكياتر. ربي يخليك. مهم نتكلمو. انا بقى فيا قلت لكم بحال على ثلاثه السوايع ديال حياتي اللي ضاعت، ماشي مشكل نشوفوا الطرف الايجابي منها، شنو الطرف الايجابي من هادي. عرفت شي حوايج جداد على الطاقه ما كنتش عارفه، واش غنديروا؟ غنشوفوا الطرف الايجابي وندوز. نقول لكم شنو عرفت على الطاقه، على العلاقات في الطاقه العاديه هادي. كنقول لكم ماشي انا ضد، مي فين كتبت، ولكن ماشي هادشي اللي داخل. نقول لكم هي دابا حيت ماشي الحصه ديال الطاقه، ولكن كانت كتلوح نويطات، قلت لكم اي حاجه كتهضر فيها على الطاقه. قلت لك لا، كاين اربعه من الانواع ديال العلاقات بين الرجل والمراه، وكاين شي حوايج اخرين. المهم ماشي انا اللي كنقولوا، ما انا كنقول لكم هذا الشيء اللي قالت. المهم خرجنا منها شي حاجه، كنوطيت انا بلا ما نحشم، ما عجبنيش الطاقه وكنوطي. المهم اي معلومه جديده على الراس مرحبا، ماشي يهضر شي واحد تلقى راسك خاوي. جاتك اختي ديال الطاقه تلعب، شوفوا الجانب الايجابي. انت ما مجد الايجابي بدات تخرج. جاتني فورماسيون ديال ثلاثه السوايع ديال الطاقه فابور، وغنمشي دابا غادي ناخذ التكرار ديال داكشي ديال العقل الباطن ديالي، وثلاثه السوايع جاتني فابور. واش بغيتي اكثر اختي؟ كنت انا كنت من دوك البنات غنعيط ليها ولا من الناس العاديين غنعيط لها وغادي نخلص فلوس باش غتقريني هادشي، انا عطاتو ليا فابور بنيه الاشهار باش نجي عندو كيما بقيتي تم. المهم قلت لك لا، كاين اربعه الانواع ديال العلاقات. كاين العلاقه الاولى بين المراه والراجل، وهي العلاقه اللي كتكون كيفاش نشرحها لكم، ويك ويك، فيزيكيه فيزيكسال
كاش كنقول فيزيائيه جسديه ماديه، هما داك النوع اللي كيكونوا اوف ما عرفتش كيفاش نشرحها. بنادم كيبقى يعيب هنا، شوفوا شوفوها من ناحيه علم، ما تبقاوش قالت لك كاينه لا النوع الاول هو اللي كيكون بيناتهم انجذاب غير ديال العلاقه الحميميه، انجذاب في فيزيائي ولا ما عرفت كيفاش قالت لي فيزي، ما بغيتش نقول ديك الكلمه راه انا عارفه جنسي نقولها. هاد النوع هو اللي كتلقاه، وخا تقولوا ما عندناش حنا في المسلمين كاين، حنا نهضروا على الغرب، كتلقاه في الغرب بزاف، كيتلاقاو كيعيشوا غير العلاقه الحميميه وفقط، كل واحد وحياته، بجوجهم فرحانين بجوجهم اختيارهم الله يسهل عليهم، حنا ماشي سوقنا. كتلقاهم ما كيتفاهموا في حتى مواضيع اخرى، ما كيهضروا، ولكن كيكون عندهم اش كيقولوا واحد الكيمياء بالتركيه، كيقولك واحد الكيمياء كياتيروا بعضياتهم غير في العلاقه الحميميه، كيرتاحوا غير مع بعضياتهم، كيكون عندهم حيوات مختلفه، كل واحد عايش وفرحان كيتلاقاو غير في سميتو. كاين النوع الثاني هما اللي كيكون بيناتهم انجذاب ذهني، الذهني علاقه ذهنيه اخرى علاقه حميميه، كاين النوع الثاني ذهني. ظريفه هاد البنت قالت لك ظريفه مربيه من ديما تبارك الله ربي يخليكم. مجد زوينه قريتي معايا في هول ديزني حنان، مع دابا السميه مكتوبه حنان ما عرفتش، دوزي عندي بريفي ما مكتوباش كنيتك. قلت لك النوع الثاني كيكون عندهم انجذاب ذهني، العلاقه ذهنيه، هما هاد النوع اللي كيكونوا ما كيكونوش منجذبين بشكل حميمي ولا سميتو، اكثر ما كيكونوا الافكار ديالهم مطابقه، وهذا اللي كنقولوا عندهم التقارب الفكري، يجلسوا بالسوايع يهضروا يشربوا قهيوه يمشيو يتصانطوا يجلسوا يهضروا بالسوايع، ما كيكونش عينهم في العلاقه ولا داكشي الحميمي الاخر، كيكونوا كيتفاهموا. وهاد النوع في الزواج ممكن يطول حيت كيكون الحوار بواحد الشكل خطير، ولكن بما ان العلاقه الجنسيه كتكون بالاعتقاد الجمله، هاد المعلومه عندي انا مش حاله هذه، قلت لكم معلومات منين ما جاو كينفعوا، هادو ديال الطاقه منين ما جات تنفع ماشي مشكل، نشوفوا الجانب الايجابي. قال لك نجاح العلاقه الزوجيه، العلاقه الجنسيه كتشكل 10% من نجاح العلاقه الزوجيه، يعني والو تقريبا 90% فيها تفاهم فيها حوار فيها، ولكن كتشكل 90% من فشل العلاقه الزوجيه. فهموا هاد العلاقه الحميميه كتشكل 10% من نجاح الزواج، هادشي اللي كيوقع بزاف لي جون كيكونوا كيبغيو بعضياتهم منجذبين بشكل حميمي، وهذا كيسحب لهم غير داكشي اللي خاص في الزواج، فاش كيوقع من ورا الزواج ما كاين تفاهم ما كاين هذا ما كاين دعم ما كاين سميتو ما كاين تقارب فكري ما كاين حوار، كيصدقوا يتطلقوا. راه عندهم العلاقه حميميه عندهم واحد الطريقه رهيبه، ولكن ما كتنفعش بانهم يكملوا الزواج ديالهم، يعني في نجاح الزواج كتشكل غير 10% العلاقه الحميميه نجاح، ولكن في فشل الزواج كتشكل 90%، يعني عاوتاني اذا كان عندك التفاهم وعندك كل شيء والحوار ولكن العلاقه الحميميه زيرو، عاوتاني كيفشل الزواج. هاد الجمله ردوا لها البال، العلاقه الحميميه كتشكل 10% في نجاح الزواج و 90% في الفشل ديالو، هادي راه عميقه. هادشي اللي كيوقع قلت لكم دابا هادوك اللي كينجذبوا بالحميميه النوع الاول، هادوك حتى هما كيفشل الزواج ديالهم غالبا حيت ما كيكون لا حوار لا والو لا تفاهم، واللي كيكون عندهم انجذاب فكري حتى هما هادوك كيقدروا يطولوا اكثر من اللي كان عندهم انجذاب حميمي، غيطولوا اكثر، ولكن بما انه ما كايناش العلاقه دونك كتكون يعني ما كتكونش منظمه، يعني بواحد التباعد الايام والاشهر داكشي داكشي علاش هي كيكون فشل، ولكن كطول اكثر من اللي كان عندهم انجذاب حميمي، هذوك صافي ما كيتزوجوا صافي ما كيبقاوش ما كيبداو نقاشات كثار ما كاينش حوار ما كيقدروش يتفاهموا ما كيقدروش يهضروا كثار. عاد قالت لك كاين انجذاب الروحي، الروحي الارواح ديالهم كتحسي براسك لقيتي ماشي توأم الروح، هنا باقي ما جيناش توأم الروح، لقيتي يعني انجذاب روحي، قالت لك هذيك كتكون متوازنه كيكون فيها كل شيء. امينه دخلتي ويك ويك اختي تعصبت ولكن كنشوفوا الطرف الايجابي دابا، تعصبت الكوغ ديالي انا داخله على عقل الباطن، تصدقات الاستاذه كتشرح في الطاقه وهذا عصبتني وسالت الكوغ بكري، وهذا كدير الاشاره صحت كدير الطاقه
خرجت مع الصباح. دابا قلت لهم شوفوا الجانب الايجابي، واخا انا ما عجبنيش داكشي، ولكن المعلومه اللي جات على راس مرحبا. بديت كنوطي وكنبارطاجي معاهم داكشي اللي نوطيت. قلت لكم النوع الثالث، خلي لو لايف اونريجستر اختي درته معكم باش نتحدث. المهم النوع الثالث هو اللي نجي دابا روحي، هذيك تكون علاقه متوازنه، الروح ديالو منجذبه لبعضياتهم، دونك كيكون مشاعر اكثر، دونك كتكون علاقه حميميه، وكيكون الحوار، وكيكون النقاش الفكري وتبادل الافكار وبزاف الحوايج. واو مجده وشكرا والله اختي، حتى هاد الحصه عندك فيها اجر كبير، نفعتي امه. كيفاش نفعت امه؟ هادي زعما انا اللي معصبه شتو، كنقول لكم خرجوا الجانب الايجابي. خرجت معصبه بلاص ما مقندب ونجدب، قلت اجي هادشي اللي تعلمناه ديال الطاقه جديد نقولوا. اعصابك كان خير اليوم؟ والله الا راه باقي فيا شويه، ولكن ماشي مشكل. صافي شوفوا نفعنا امه الحمد لله، ما ضاعتش ليا ثلاثه السوايع هكاك من وقتي. انا اللي عصبني وضعت ليا ثلاثه السوايع في مجال ماشي مجالي، ولكن ماشي مشكل. النوع الثالث قلت لكم هو هذا الانجذاب الروحي، كيكونوا كاين مشاعر، كاين كل شيء في العلاقه، الارواح ديالهم مطابقه مع بعضيات. عاد كاين النوع الرابع ما شرحتش فيه بزاف، حيت قلت لكم راه حنا كنا كنخدموا على العقل الباطن، وكتلوح لينا نويطات من الطاقه. ايش روح؟ قالت لك زوج الروح او توام الروح. عاد كاين توام الشعله اليف اختي، انا ما كيدخلش ليا. شوفوا ماشي ما كيجينيش من منطق، ماشي كيجيني ماشي منطق، قريت عليه وقلبت عليه. المهم ممكن انا ما كون فاهمين، بحال دابا انا راجلي حق ضرب واحد المونطون واعر من البورصه قبيله جاي كيغوت مجدا، حيت البورصه راه كتنعسي حاطه 1000 درهم كتفيقي كتلقايها 10000 20000 درهم كتطلع دغيا. ولكن هانتي كيفاش بغيت نعطيكم مثال، ماشي كنقول البورصه خايبه ولا ما تخدموش فيها، اوكي انا ماشي ديالي هادشي، ما بغيتش الناس يفهموني غلط من ناحيه الطاقه. انا الاي كوميرس ارتحيت فيه، جاني ديالي اختي، خدم هاك عرب لحزارة. البورصه واش فيها الارباح؟ راجلي كي غير يربح اكثر مني، كيربح حيت هي طالعه هابطه، مره ما يربحش، مره يخسر، مره يربح. عاد فهمت انا بحال كنقلب على الحوايج اللي غارونتي ما فيهمش الريسك، ما كنبغيش ندخل الريسك بزاف. كنقلب على حوايج اللي ما فيهمش الريسك. التجاره الالكترونيه فيها الريسك، هي لونتربرونيا كامله من راس الراس كلها ريسك، ولكن ماشي بحال البورصه. على الاقل الريسك ديال التجاره العاديه باين، ممكن ما ديريش مبيعات ولكن السلعه ما غتبقاش عندك، اللي ما تباع العام تباع العام الجاي. اما الا مشيتي خديتي اسهم وطاحوا لك الارض كتبقى تسناهم يطلعوا، الا ما طلعوش مشاو لك الدريهمات، فهمتي؟ دونك الريسك كثر، ولكن يقدر يعني يطلعك يهبطك. المهم اللي بغيت نشرح لكم، انا ماشي ضد البورصه، وانما ما كنلقاش فيها راسي. نفس الحاجه مع الطاقه، انا ماشي ضدها، ما عنديش معها مشكل، ماشي هيش حاجه غلط، ما كنقولش الناس ما ديروهاش، ما كنقولش الناس ما تبعوش. كيبداو عليا مجده واش هادي واش داكشي ديال الطاقه، انا ماشي سوق اختي، الا كترتاحي فيه ديري، انا ما ماشي ديالي. المهم هاد توام الروح قالت لك والله ما عقلت. توام الروح قالت لك كتلقى توام الروح ديالك كتحس به من النظره الاولى، كيكون واحد الترابط واحد سميتو، ما نقدرش نشرح لكم بزاف حتى هي ما شرحتش بزاف ما عارفاش. توام الشعله هذا النوع الخامس، هذا كتلقاي الكوبيا ديال راسك، الكوبي كوبي كولي. مجده كنلقى امير بنفس الطباع ديال مجده، انا عنيده تو عنيد، راسي قاصح تو راسو قاصح، انا نفس الكاركتر الكوبي ديالك كتلقايها. هذا علاش كيسميوه توام الشعله؟ حيت انت تقدري تعيشي مع شي واحد نفس الطبع ديالك. انا شخصيا ما نقدرش، انا ما نستحملش راسي، انا ما نستحملش راسي، انا صعيبه في الكاركتر ديالي، ولو راجلي صعيب ولكن عنده شي حوايج كاينين واحد ما عرفتش، كاين واحد الفرق في الكاركتر. انا بعدا دابا قولي انت واش تقدري تكوني مع واحد نفسك كوبي كولي؟ لا ضروري خاص واحد يكمل واحد. الا كان واحد سقولي بزاف يسكات كاتوم، خاص واحد يكون فيه الضحك شويه يحرك باش ديك الدار تولي فيها حيويه. تخيلي بجوجكم هو ساكت ما كيهضرش، ساكته ما كتهضر، خاص اللي يشعل الحركه. عاوتاني الا كان انت دوايه بزاف هو دواي بزاف، ديك الدار كي غتكون. ونفس الحاجه كان هو عصبي وانت عصبيه بزاف، هو فيه العناد بزاف وانت فيك العناد بزاف. الا كان فيه العناد خاص ضروري يكون شريك الحياه فيه شويه
سميتو اصلا مع الزواج كلشي كله كيتحيد، غيكون هانيين، هادشي كله كيتبرد مع العلاقه كطوال، كيبداو التنازلات اللي لعب قدام منهم. ملي كنقول التنازلات ماشي نعفط على راسي تحت من رجلين وندلو داكشي، لا التنازلات هي كنشوف راجلي بعض المرات انا معصبه كيهبط كواري، حتى انا هو بعض المرات معصب غادي نسكت نتسناه يبرد. حيت واحد الحاجه علميه نقولها لكم بما انني انا عندي مع العقل، الراجل ملي كيتعصب كيفقد النصف ديال عقله، وملي كترد عليه المراه كيفقد النصف الاخر. دي هادي فوديناتك. انا اختي ما كنسكتش ملي كيكون راجلي معصب، ماشي كنسكت للتنازل، كنسكت حيت ما بغاش ناكل لاصا. فهمتي؟ كنسكت حيت الراجل هو معصب، نص عقله غايب، غنجاوبو غنبدا نتلاجم معاه غيفقد النص الاخر. واختي تخيلي واحد بلا عقل يقدر يقتلك، يقدر ما عرفتش يقدر يديرلك، دونك داكشي علاش كنسكت. دونك تخيلي لي انت مع توأم الروح ديالك، باردون مش توأم الروح، توأم الشعلة، كي كتكون شاعلة بيناتكم، عندكم نفس الطبيعة، حتى واحد ما كيتنازل لواحد كاريتها كحلة. باش داك قلتي خصني نشوف الطبيب، باش ما تقدريش تاخدي الحالة ديالي اللي قلت لك عندي خوف الموت. دابا انا حيت قلتي انت نيشان الخوف ديال الموت، على حساب واش حياتك واقفة كتفكري غير في الموت؟ وانا ننصحك في كلتا الحالتين شوفي بسيكولوج مره واحده ولا فين، راه اصلا هما كيقولوا لك. انا غير مؤخرا جات عندي واحد البنت عايشه واحد الطفوله ما نعاودش ليكم فوق التوقعات، ما غتقدروش تخيلوا الصدمات اللي عندها بلا ما تحاولوا تخيلوا، حيت ما غتخيلوش شي حوايج رهيبين. اول حاجه سولتها حيت سمعت، مني بديت كنسمع داكشي اللي عاشته عرفت قضيه خطيره ماشي ديال كوتش. قلت لها واش ما تبعتيش مع شي بسيكياتر ولا بسيكولوج؟ قالت لي انا متبعه دابا تريتمون مع بسي وكنشرب الدواء. قلت لها دونك ما نقدرش ناخذ الحاله ديالك، كنت غادي نصيفطها. هي تقول لي لا راه البسي خدمنا على الصدمات وداكشي، وقالت لي سي لو طون باش تشوفي الكوتش. دابا انا خدمت معاك الماضي، دابا سي لو طون باش تخدمي مع كوتش اليوم وغدا وتكملي حياتك. وحنا عاوتاني لقينا دي بلوكاج غادي ندير مع البي ان ان وننظفوا شويه من داكشي اللي بقى في الماضي. مني قالت لي بان البسي ديالها اللي قالت لها شوفي كوتش، عاد انا قبلتها. دونك يفضل يفضل هادشي ما فيش اللعب، النفسيه ديال الانسان ما فيش اللعب. حنا كنقول لك باش ترتاحي كنخدموا مع ناس طبيعيين عندهم اضطرابات خفيفه. بالنسبه اللي مثلا انت عندك خوف ديال الموت، شوف منين جايك، شوف شنو عشتي، واش جاك من كورونا، واش جاك من كثره الزلازل والمصائب في العالم، واش جاك من شي حاجه بحال واحد البنت مهم كانت شافت الفيديوهات ديال واحد المنظمات ديال غيقتلوا البشريه كامله ما يخليو حتى حد، ولا عندها هذا الهوس ديال الموت وسواس اون فيت. فهمتي؟ مهم انا افضل انك سيري خدي مع شي بسيكولوج ولا بسيكياتر سيونس وحده وسولي يعني واش زعما هو غي اصلا غيشخص غيبدا قولي ليش عندك. من بعد في الاخر ديال سيونس شوفي واش غيعطيك الدواء، ولا بسيكولوج ما كيعطيش الدواء، بسيكياتر اللي غيعطي الدواء، وشوفي قول لي واش يعني نقدر نتبع مع كوتش. الا قال لك لا الحاله ديالك خصنا نبداو هكا حيت كيعطيوك الدواء كيقادو لك ستابيليتي ديال الدماغ، حيت باش نخدم معاك انا بي ان ال خاص يكون مخك ستابل. غنجي نخدم معاك بي ان ال انا نرجعك لديك الصدمه، تقدري تعيش شي كريز. فهمتي؟ تقدري تخيلي لما كنتي ساكنه بوحدك ورا التلفازه ورا ليكرون زوم وتشدك كريز بانيك اتاك في الدار، يلا تخيلي تموتي تما ولا، حيت هادشي راه خطير ما معاش لا. داكشي علاش الا كانت الحاله وخيمه ولا عرفت شنو كنقولوا شوفي طبيب. اوكي شكرا حبيب. شوفي سيونس وحده، الا قال لك تقدري تكملي مع كوتش يعني حالة ديالك ماشي كبيره بزاف، اجي مرحبا حبيبه. يعني اللي تخلينا نخليوها اختي، اللي تخلينا نخليوه ما نخرجوش على سميت. نزيدكم شنو قالت لينا اخر هادشي انا عارفاه كنقول لكم ديما. هادشي كله انا عارفه الصراحه، ديما كنقولوا لكم ديال كل شيء العلاقه ديالنا مع بابانا ومامانا هي اللي كتحدد العلاقه ديالنا مع الزوج. داكشي علاش انا اي وحده كتجي عندي عندها علاقه في الزواج مع راجلها خايبه، اول حاجه كنسولها على علاقتها مع باباها. شوفي علاقتك انت مع باباك وقارنها مع ديال راجلك.
الا عندك ماشي بالضروره تكون كوبي كولي، الا عندك مشكل مع باباك، علاقتك مع باباك خايبه، غادي تكون عندك مشاكل مع الزوج ديالك. كذلك الراجل الا عنده علاقه مع مو، العلاقه ديالو مع مو خايبه، كتكون العلاقه ديالو مع الزوجه خايبه، كيكون عنده مشاكل. فاول حاجه كنبداو التصالح مع الام، التصالح مع هذه الطاطا، الزوج حتى هو التصالح، الزوج تصالح مع الام، البنت تصالح مع الاب، وهذا قادو هذا ويقطعوا الحبال، والطاطا وطاطا طاطا تحرر. عاد كنبداو نجيو بشويه بشويه بشويه، كتحسن العلاقه ديالهم اوتوماتيكمون. اصلا ملي كيصلحوا العلاقه ديالهم مع الاب او مع الام، العلاقه ديالهم كتبدا تحسن. عندها واحد العلاقه شنو نقول لكم، ديريكت ماشي انديريكت. وتمشي عند بسيكولوج، هادشي اللي غادي بسيكولوج كنقول لك، ثيرابي يعني اللي كيدير ثيرابي ماشي اللي كيعطي غير الدواء، بسيكياتر. غاتمشي ديري ثيرابي تقولي لي عندي مشاكل مع راجل، غيسولك على باك، غيقول لك شنو علاقتك مع باك، عاودي لي كيفاش دايره علاقتك مع باك. اول حاجه قالت لك ما عندي حتى، قالت لك ما عندي حتى مشكل مع بابا، ولكن عندي مشاكل مع راجلي. راجلك ما عنده حتى مشاكل مع ماما، راكم بجوج في هذه العلاقه. الا كان راجلك عنده مشاكل مع ماما، هادشي ما غياثرش على علاقته معك، وبالتالي غتلقى راسك انت داخله في المعمعه. زائد انك تقولي هكا بفمك ما عندي حتى مشكل مع بابا، ما كيعنيش انك ما عندك حتى مشكل. شحال من وحده كان كتقول لك لا والو بخير، هادي كان كيتقلق منا في الصغار، هادي كيدور فينا. ملي كنجيو بي ان ال ونهبطو للعقل الباطن وكنديرو التكنيك ديال المسامحه، كتقول لك انا مسامحه ليك، كنقول لها اوكي جي مشاو للعقل الباطن وسمحوا لي. وسط من التكنيك كتقبل لي اعذارو، غتسمحي لي، كتقول لي لا ما مسامحاش، كتبدا فر ما كتبغيش تسمح لي. تخيلي هادي اللي ما عندها حتى مشكل مع بابا، امك تقولي هكا ماشي هي سميت. وعاوتاني ممكن ما يكونش عندك مع مشكل، ولكن المهم التجربه ديالي مع البنات كلشي كتقول لك ما عندي حتى مشكل. بلاتي التليفون غيدي شارج، والله الا لايف جا حلو زوين على غفله. هاي اوكي قالت لك لا انا اي ام سيريوس، العلاقه ديالي انا بابا بخير وكل شيء هذا، وكبرت واحد العلاقه صداقه زوينه انا وبابا، وعلاقه حب. شنو نوع المشاكل اللي عندك مع راجلك قولي ليها، حيت هنا عاوتاني كنشوفوا واحد. دابا انت كيبان لك العلاقه عاديه مع باباك، ولكن سمحي لي هنا كاين واحد الخلل. الاب كيبقى اب ماشي صديق، انك تكوني صديقه مع باباك حتى هذاك مشكل. ها اللي كنقول لكم راه ما تصحابوش راسكم العلاقه بقاد. الام كتبقى ام، الزوج كيبقى زوج، والاب كيبقى اب. ما كاينش زوجي وفيه خويا وفيه بابا وفيه جدي، لا زوجي زوجي. ما تخربوش الادوار، حتى داك الادوار المخصره. شحال من بنت عايشه ما قدرتش تعيش علاقتها الزوجيه حيت كانت صديقه مع الاب ديالها، دونك كتبقى حياتها كامله كتقلب على الزوج يكون فيه الصديق ديالها، البروفيل ديال بابا يكون صديق. من الراجل ديالها ما كيقدرش يكون بداك القرب ديال الصديق، كيبداو المشاكل في العلاقه. وزيد وزيد بزاف حوايج كيتهيئ لكم انها مزيانه مي نو. ماما راجلك ماتت بكري، دونك ما كاينش شي علاقه بيناتهم، قلتي زعما ما كاينش شي علاقه حقيقيه، دونك ما عاقلش عليها. وهذا راه حتى هو عامل كبير، ماما هو صغير ما يعني ما بقاش شافها، بيان سو غيكون مؤثر عليه حتى هو. واش كيسحب لكم اي حاجه كدوز حياتك كدوز هكاك، ماما ماتت صافي بسلامه بسلامه. كلشي كيأثر، كلشي كيأثر. اول حب ديال حياته ما تنسيش، اول حب ديال الفتاه شنو هو في حياته، هو بابا. واول حب ديال الشاب في حياته شنو هو، هو ماما. اول حب ديالو هي ماما في حياته، فقد اول حب في حياته في سن مبكر. حنا
قالت لك انا علاقتي مع والدي مزيان، مع راجلي، لكن الناس ما عنديش معاهم. شوفي علاش ما عندكش معاهم، تاهي ليها سبب، ما كنجيوش غير هكاك ما عندكش معاهم. سلام مجد، اخيرا شفت الله يكرمك عليك، خليك لين قالت لك عندك الحق، حيت كل شيء عنده بلاصتو في السيستم ديال لي غولاسيون، كل واحد بلاصتو. راه هذاك التدهور لي غول في العلاقات حتى هو مشكل. سيد فرنش لايك اصلا انا ما فهمتش انك العلاقه ديال باباك غادي تكون كامي امي، راه ما عرفتش كاينين اللي كيوصلوا لهذاك الحد، ولكن مادام شوف بلا ما تبقاي تبدلي معايا الهضره هنا كتخرج المقاومه. ها علاش؟ لان خاصنا نكونوا في سيونس باش غنبقاو كلمه كتخرج المقاومه. دابا بدات كتدافع على داكشي اللي قالته هي في الاول، قالت لك كانت عندنا حنا علاقه اميكال مع بابا، اميكال زعما العلاقه وهذه وهذه. دابا بدات كتقول لك راه ملي قلت لك اميكال مورا ما قصدتش بها هكاك، زعما كانت لوف لي كان فيها الحب وهذا. ما عرفتش كيفاش نشرح لك. اصلا ما قلتش لك باباك غادي يكون امي ديالك، ولكن شفت هذيك القضيه ديال امي هي صاحبتي، راه ما خصهاش تكون امي، هي امي ماما. وكنقدر العيالات كيجيو عندي بنات كتقول لي انا باغا نتصاحب مع ماما زعما نعود لها، وهي كتقمعني، ماشي كتقمعني، ما كتوقفني. كاين الحب، كاين الغرام، كاين كلشي، ولكن ماما فواحد لي بوين كتحط لي ليميت. انا ماماك ماشي صاحبتك. كنقدر هاد العيالات اللي كيديروا هكا، ولو البنت تبان لها القضيه قاصحه وما يعجبهاش الحال، مي في المستقبل نفسيا ما غتاثرش عليها خايبه الا امها عرفت تحط لي ليميت بلا ما تجرح بنتها، ماشي تقمعها ولا. انا ماماك، خاص هادشي خاص ما يتدهوروش المعايير، فهمتي؟ هذيك انك اللي خلاك تقولي كانت عندي علاقه زوينه اميكال مع بابا الا وحسيتي بها اميكال، فهمتي؟ مادام خرجتيها الا وحسيتي بها، وتما كاين واحد اللعيبه. دابا البنت اش كيوقع لها في هاد العلاقه؟ فاش كتكون علاقتها زوينه مع بابا، عرفتي يعني؟ قلت لكم قولي الا ما عندكش علاقه زوينه مع باباك كتلقاي مشاكل في الحياه الزوجيه. سوا نديرا التليفون تشارجا، سوا كتكون علاقتك واعره مع باباك بزاف تالمون كو كتبقاي حياتك كامله وانت كتقلبي على داك البروفيل ديال باباك هو اللي باغا يكون شريك الحياه. فبالتالي سوا كاينين اللي ما كيلقاوش وما كتزوجش كاع، هي ما عارفاش راسها علاش ما كتزوجش، ولكن هذا كتقول لك لا هذا فيه هذه خايبه، لا هذا فيه هذا خايبه، كتبقى دير سبات وهي ما واعياش علاش كتبعد الرجال. كاين اللي ما غاديش تبعدهم، ما غاديش يخطبوا كاع، حيت هي اصلا دايره واحد الدرع وكتبت واحد الطاقه ديال بعدو مني بعدو مني بعدو مني بعدو مني شوي با ديسپونيبل، فهمتي؟ هذيك الطاقه ديالها اصلا تحد ما غادي يجي حتى في الزنقه ويقول لها جبتيني عطيني مرتك نجي لداركم، لا ما غاديش يدير. سوا كتكون قلت لك سوا كتزوج وكتبقى ديما في واحد الدوامه ديال مشاكل مع راجلها، وماشي بالضروره تكون مشاكل يغوات وصداع، وانما كيقدر يكون ما كتكونش العلاقه صحيه، كيكون ديما كتسنى منه اكثر، ديما كتقلب على ديك العلاقه اللي كانت عندها مع باباها، صديق حبيب فيه كل شيء اب. فمني ما كتلقاهاش في هذاك الزوج كتبقى ديما واحد العلاقه في دي وجيب. اوكي دابا سولتك سؤال قبيله، شنو نوع المشاكل اللي عندك مع راجلك؟ قلتي عندك مشاكل مع راجلك، ندوزو دابا نشوفو شنو المشاكل اللي عندك مع راجلك. واخا هنا راه ما كدارش سيونس في اللايف، ولكن المهم عافاك رجع الروتينات كنتي كديري فينا الحماس يا اختي. والله الا ما كرهتكش انا تجي ديري لي شي روتين ديري فيه الحماس، عيشك اختي. لما ديري لي شي فيديو ديال الشقدري اختي، حتى انا راه دابا ولات كتجي فام ميناج ثلاثه المرات في السيمانه، كدير داك لي على الدار، كتخلي عليهم الزينات الشراج وكلشي كتحكو، والايام الاخرى كيبقى لي انا تنظيف السطحي المعنات نديرو فيسيل هادي 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 صافي، يعني ما عندي ما نصور لك فهمتي.
واخا بغيت نصور ما عنديش الوقت باش نصور للاسف. سلام امونة، مشيتي وعاودتي رجعتي لايف ان اتوندو، راك شتيني شوفي لابسه غير سويت جامعة شعري، كنت داخله كنقرا خرجت ولينا في حاجه اخرى. ماشي شوف شنو صيفطت كنزة. مال تخسر لي الكلافي ربي يعاونكم اختي ماجدة. علاش حبيبه فاش الله يعاوننا الحمد لله في كاع المجالات. هاد الساعه ما عرفاش واش غادي نرجع، انا سايقه في الطريق. ايوا طريق السلام يا امونة. شنو الموضوع؟ ما شيغي ما كاين حتى موضوع الصراحه، درت اللايف غير باش نتحدث وكنجاوب على الاجوبه على الاسئله ديال البنات. ماذا وي بوت لايك تو كنترول ايفريثين ان اور لايف. بجوجكم عندكم هاد كتحسوا بهاد لوفي ديال كونترولي ديال لافي ديال بعضياتكم؟ بجوجكم كتحسوا انكم باغيين تكونتروليو حياه بعضياتكم؟ تليفوني 1% 1%. انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما 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 تركيا. انا ما انا ما انا هي انم 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 ولكن بالعربيه انا ما انا ما انا كتجي احسن. واش لايف مسجل؟ صافي دابا نسجلو. واش بجوجكم عندكم هاد لونفي ديما انكم تكونتروليو حياه بعضياتكم بجوج؟ هادشي اللي فهمت من هضرتك. زعما انك توفقي خدمه والدار وقرايه عاد تبغي ديري روتين شويه قاصح. اه صعيب مابقاتش عندي حتى لقانا شتي، واخا نبغي ندير مابقاتش عندي لقانا زين مابقيتش باغا نبارطاجي حياتي وصالون. يس اوكي، هنا بما ان راجلك ما جاش عندنا ما عنديش علاقه به، انا نقدر نهضر انطلاقا منك انت دي من الشخص اللي جا عندنا، الاخر ما عندناش علاقه به. علاش كتحسي بلونفي ديال انك تكونترولي لي حياته انتي كنتي؟ شنو غتربحي الا كونتروليتي لي حياته؟ شنو كيربحك هاد الكونترول؟ اي 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 كتبغيو تكونتروليو الحوايج اللي في حياتكم ماشي تكونتروليو بعضياتكم. مع لونغلي المهم كنحاول نفهمك، ما عرفتش ما كتعرفيش كتبي بالدارجه وقيله قالت لك نيد تو كنترول ثينكس ان اور لايف نوت كنترول ايش اذر. دونك سلام حليمه كي دايره لاباس؟ شنو الحاجه اللي كتخليك كتحتاج عندك البوزوان ديال تكونترولي الحوايج اللي في حياتكم؟
شنو حل الرهاب الاجتماعي؟ راه ما كيخلينيش حتى نخرج من الدار، غنعاود نفس الحاجه. الا الرهاب الاجتماعي وصل بك اللقطه ديال انك ما كتخرجيش من الدار بسببه، سيري عند بسيكياتر ولا بسيكولوج، حيت المشكل عميق. ديما كنقول لكم لي اي حاجه نقولها لك هنا غنكذب عليك، ولا قلت لك جي عندي ونسميتو غنكذب عليك، سيري عند بسيكولوج ولا بسيكياتر. حنا هنا كنعالجو كنعاونو في المشكل ديال الرهاب الاجتماعي. الا كانت السيده خدامه وكلشي غيعدى شويه ديال الرهاب الاجتماعي، كتخاف هكا تهضر قدام الناس كتحشم، هادي هذا تجي عندي، مي ما كتخرجيش للزنقه بسبب الرهاب الاجتماعي، وصلتي مرحله على اختي من الكوتشينغ، سيري عند بسيكياتر ولا بسيكولوج، ما تبقايش تقلبي على الدواء عند لي كوتش، سيري عند بطري براسك كنقولوا ياك، جري براسك دغيا قبل لا يفوت الحال. مجد هكا عجبان حنان like decision for our children، ورا نورمال انكم تبغيو تكونتروليو القرارات ديالكم على ولادكم. شنو اكثر حاجه نورمال هي هادي يعني؟ ولا نتوما شادينها عناد؟ الا كنتو دايرينها عناد، لا انا اللي غنقرر شنو اللي مناسب للولاد، لا انت اللي غتقرر شنو اللي مناسب للولاد، هذيك حاجه اخرى. ولكن الا كنتو سميتو دونك راه عادي، انا غنبغي انا وراجلي غنبغي نكونترولي الحوايج اللي كيوقعوا في حياتنا وحياه ولادنا، راه شنو نطلقوا الكونترول من يدينا. ماي بيرسوناليتي ميبي، شخصيتك هي اللي كتخليك، ربما قلتي شخصيتي هي اللي كتخليني كنحتاج نكونترولي. اوكي السؤال التالي اللي قلت لك، شنو الرباح ديالك من وراء هذا الكونترول؟ شنو كتربحي وراء هذا الكونترول؟ هانتي كتكونترولي، شنو رابحه من هادشي؟ شنو اللي رابحه منه اللي كيخليك كتكرري ومداومه في هاد الكونترول؟ كو بونس تو تريدين ياتي اون ريوسيت لا دوبون؟ اختي انا ما خدمتوش، الناس اللي خدموه ربحوا فيه نجحوا فيه، راجلي خدام فيه طلعات هبطات باقي كياخد دي فورماسيون ماشي محترف فيه، ولكن شاف الربح منه. مي انا شخصيا ما جربتوش، ما نقدرش نقول لك. نسين جاوب كنزا، جاوبوني انتم غير صيفطوا انا ندخل غادي نشوف. كتربحي الراحه من الكونترول. اوكي نبدل السؤال، نعطيك السؤال الثالث، شنو اللي خايفه منه انه يوقع الى فقدتي الكونترول؟ بديت مع البنت ما بغيتهاش نخليها معلقه، سينو عييت بغيت نوض نمشي. شنو اللي خايفه انه يوقع اللي مخليك كتحاولي ما تفقديش الكونترول من يدك؟ كتربحي الراحة، كتكوني مرتاحة وانتي مكونترولية الأشياء في يدك، ياك؟ شنو التخوف ديالك اللي كيدفعك أنك تبقي شادة الكونترول في يدك؟ شنو اللي خايفة منه يوقع إلا فقدتي الكونترول من يدك؟ هاد الأسئلة كتخلي الإنسان يواجه راسو. راه قبيلة فاش قالت ما ترونكيزيتي زعما ماي بيس أوف مايند، كتبدا دارت حداها ضحكه ملي كتبدا تفكر انا شنو رابحه، كتبدا توعى شنو علاش كندير انا هاد الكونترول. بزاف الناس كيديروا بزاف الحوايج وما عارفينش علاش كيديروه. دابا هي وانا كنسولها شنو مربحك، اوكي شنو اللي خايفه منه اللي مخليك دير الكونترول؟ هنا حنا باقينا في الادراك، دابا باقي حنا غير في الغياليتي، باقي ما دزناش الاوبشنز. اختي مش دايره بغيت نسول على الثمن ديال الكوتشينغ فيه ماشي، غتلقاي في البيو ديالي غادي تلقاي واحد اللينك
وركي عليه غادي يلوحك ديريكتومون للديسكوسيون مع ريم، سوليها على اللي بغيتي، سواء على الدوره، كاين عندنا الدوره ديال التغيير غادي تكون فيها مده ديال 3 شهور، 8 ديال الحصص بتحديات، واحد الكتاب غادي نقراوه كاملين ب بي ان ال دي تكنيك، بزاف الحوايج. كاينه الدوره ديال الاهداف فيها غير ساعتين ونص، 3 سوايع باردون، حتى هي تقدري تسجلي فيها اللي بيتي، سولو ريم. سبحان الله مجدة تبدلتي بزاف الاحسن، الحمد لله. I have no confidence in others to do my things. ما كتثقيش في الناس الاخرين انك تخلي لهم داكشي ديالك يتقضى، هادشي اللي فهمت، انهم يعني خاصك انت يكون كونترول في يدك. اوكي، ما جاوبتينيش على السؤال ديالي، الا فقدتي الكونترول من يدك شنو غيوقع؟ شنو غيوقع؟ ما تقتيش في الناس الاخرين، يعني بعيدا عن هادشي، نقولوا الكونترول اضطريتي مرضتي دابا ناس ما قادرش جيغي، ما قادرش كونترولي، بعيد الله عليك، ولا ما عادش كيقول بعيد سميتو عليك، بعيد الباس. الى هاد الكونترول تركتيه شنو غيوقع في حياتك؟ وجاوبيني دغري يا صاحبتي، راه بغيت نمشي. خصي رجعي ديك مجدة القديمة فلوغات، وا عباد الله، وا كيفاش نفهمها ليكم؟ ما كايناش مجدة قديمة ومجدة جديدة، كاينه مجدة، انا سميتي مجدة، مجدة كتنضج كل نهار على نهار، بغيتي تتبعيني من 16 عام وانا كنضج نضج نضج، وكتبغي مجدة بكل حالاتها وبكل مراحلها في الحياة، مجدة مراهقة، مجدة مزوجة، مجدة والدة، مجدة عندها 30 عام ناضجة، مجدة عندها 40 عام ولات مرا تبارك الله بعقلها جالسة وازنة ثقيلة خاطرة، مجدة 50 عام شرفات ودايرة عكيكيز وهادي، مرحبا. بغيتي يا اختي مجدة ديال 18 عام اللي عاجباك، راك انتي ما كتبغيش مجدة، كتبغي مراهقة. سيري قلبي عطا الله اليوتيوبرز دابا عندهم 18 عام كيحنقزو الحماس، غيعطيوك داك الحماس، انتي كتقلبي على داك الحماس ماشي على مجدة قديمة. شنو لي تكنيك اللي كتستعملي؟ كاينين بزاف، بناء انا اللي عندي تقريبا اكثر من 70 تكنيك، هما في بي ان ال كاينين بزاف، مي انا اللي عندي ومازال كنقراو كنميهم، عندي اكثر من 70 تكنيك. كاينين ديال الغوكادراج ديال لي كرويونس ديالنا اللي جاي من الطفوله، اعاده البرمجه، تنظيف المشاعر الخايبه، فك التعلق، فك الادمان، ادمان كيكون على شخص، على حاجه، على بزاف الحوايج، الا زعما الكول لا دروغ، هذاك الشيء ديال لي سونتر ديال الادمان. حنا كنهضروا على مثلا البليه ديال الشوكولا، كتاكلي الشوكولا بزاف عاده خايبه، بليه التليفون، هادو حيت شي لاخر داخل فيه حتى الدم، يعني الدم ديالك كيكون تخلط بشي حوايج، هذاك ما ماشي ديالنا. كما كرهناش ترجع لنا مجده قديمه شي شويه، دابا راني بغيت نشوف مورا مجده قديمه، ما كايناش، راه ما كايناش، راه هذا انسان كيتبدل. ودابا تخيلي راه بحال كتقولي رجع ليا مجده ديال 10 سنين، وانا تاتا مجده، وانا ندير لك هكا واش مصطيه، فهمتي؟ راه بحال كتقولي مجده بغيت مجده ديال 10 سنين، رجع ليا مجده قديمه، راه ما يمكنش، راه نضجت، راه كبرت، راه ما بقاتش هذيك، كاينه مجده وحده، مجده وحده، فهمتي؟ مجده وحده اللي كاينه، وغادا وكتكبر، يا غادي تتبعي معاها هاد المراحل ديالها وتكبري حتى انت معاها، ردي البلادي اونتر كيومي، تكبري حتى انت معاها. الا كتقرري، شوفي اختيارك، ما انت ما مضطرش تكبري معايا، الا كتختاري انك تبقاي صغيره ومتحمسه وداكشي، غتبقاي متبعه الناس اللي في نفس التردد ديالك فقط. فين كنا؟ المهم كاينين بزاف ديال لي تكنيك ديال بي ان ال، على حسب الوضع كناخذوا منهم الدعم في الكوتشينغ، الكوتشينغ راه حاجه وبي ان ال حاجه، حنا غير كندعموا بالبي ان ال ملي كيخرجوا لنا دي بلوكاج اللي غادي يحبسوا هذا الشخص انه يزيد القدام في حياته، كندعموا به. ابار بي ان ال كاين تكنيك، كاين لي تكنيك ديال لي ريلاسيون، العلاقات، كاين
دي استراتيجي ديال الكارير، حيت انا قاري الكوتشين كارير ريلاسيون هوليستيك، وهذاك هوليستيك كنهبطوا فيه دايرين العمق ديال حياتك وكاع مجالات ديال حياتك. لي تكنيك ديال الريسبيراسيون بروفوند حتى هو بوحدو ديبلوم بوحدو، هادشي كله اللي كنقول كله مع دي موديول بوحدو، زائد البي ان ال العادي بي ان ال براكتيشنر، وعاد ماستر ان ال بي براكتيشنر. شنو اخر عندي؟ الكوتشينغ بروفيسيونيل كوتش، يعني اوزمان ماشي كوتش عادي، مي غراد خلينا احنا بالدارجه ما لقيتهاش بسميتو، بحال قلتي ماستر كوتش. صافي هادو هما اللي عندي، شي 6 بحال هكاك، ان شاء الله ناويه نزيد. واو أمينة شنو اللي واو؟ البنت اللي قالت لك، قلت لها شنو غيوقع الا فقدتي الكونترول من يدك؟ قلت لي والو ما توقع حتى حاجة. ما غادي توقع حتى حاجة، غير ما غاديش تلقاي داك الراحة ديال بالك. اوكي بلاتي انا جايك الهضره، حنا انت عاجبانا هكا، راه كون قدرت تجاوب كون جاوبات لحظه ادراك. لا راه جاوبت انا اكزامبل كوني اكيد سميتو قالت لك كنحاول غير نهضر مع مجده باش نثبت ليها انني انا مثال، بان هادشي كله ما كيجيش من عند الاب والام. بيان سور كاينين دي فاكتور بزاف اللي كيلعبوا الدور، ممكن يكون زواج خوك خديتي منه المثال، ممكن بزاف الحوايج، ولكن ضروري انا اكيد كون جينا جلسنا انا وياك هضرنا هكا سيونس كنا غنخرجوا شي حاجه من والديك، حيت هنا كنسولك كتمشي ساعتين عاد كتجاوبي عاد كيوصلك صوتي معطل وكتجاوبي معطل. انا اكيد غير هذيك القضيه ديال انك كنتي عندك علاقه كاينه ديال اب وبنت، ولكن كانت واحد الصداقه بيناتكم، يعني كانت شويه ما بغيتش نقول هكا غيفهموها غلط، حتى انا كانت عندي علاقه صداقه مع بابا، واحد شويه الدصاره ماشي ديك ديال باك كيدخل كلشي كيدخل البيت وتحشمي تسلم عليه، لا نعنق بابا نسلم عليه نضحكو كيتمرقن بيا نتمرقن بيه بالدارجه المغربيه، هادشي ماشي عيب، الدصاره كاينه داصرين عليه ماشي كتجمعوا الكر وسميتو، هادي شي حاجه اللي زوينه ولكن ما غاديش نقدر نشرح لك من هنا. هادشي غتجربي وغادي تشوفي. دونك المهم لك كنتي كتجربي حاجه اخرى، كنت ناويه نكمل معاك حتى الاخر، مي انت كنتي كتجربي دونك ما عنديش علاش نكمل معاك على الكونترول. غير هاد لحظه الادراك كنظن غادي تفيدك بزاف، لانك راه ما غتخسري والو الا طلقتي كونترول شويه من يدك وخففتي على راسك. Which one of NLP, do you follow practitioner or master? أنا درت NLP practitioner في الأول، هذه كانت فيها 25 تكنيك، من بعد نقزنا خديت الموديول اللي من وراه هو master NLP practitioner، تقدري تدخلي السيت ديال ICF وغادي تقلبي على لي موديول اللي عندهم غادي يطلع لك. هذا كان فيه شي 48 تكنيك زائد ديك 25 اللي كانت عندي، حسبها شحال من تكنيك عندي. جاك بوتوكس غزال لختي، انا ما كنديرش بوتوكس بقى صغيره عليا، فيلر درته في فمي، وبزاف البنات النهار الاول كيحكموا مالك على داك الفم، لا ما تحكموش النهار الاول ديك شهر عاد كيبان ناتشورال، يعني ناتشورال. Of you. Thank you. مهم كاتبه غير سامبلي، ما كاتبهش نسميتك، ما عرفتش شنو نعيط لك. اش دخل معنا مراكنا اليوم؟ انا وحده كريمه وحده دايره سامبلي، ماكم كتهضروا بلونجلي. المهم درت معاكم براتيك اليوم، البنت اللي من الصباح انا كنهضر معاك كتكتب بلونجلي، ما عرفتش كتيستيني ولكن مزيان، ولا وقيلا كيديروها باش يتقرا ميساج ديالهم، حيت بزاف بالعربيه كيلفت الانتباه. بصح الصراحه من الصباح وانا كنهضر كنجاوب حتى البنات الاخرين كريمه وسميتها كيلفتوا الانتباه بالانجلي.
راه جاوباتك كريمه، قالت لك هذه غادي تكون شي حاجه فروم ذا باست. شوفي منين جايه انت اصلا، منين جايه البرمجه اللي كتعيشي؟ اكيد اول حاجه الام والاب، ومن وراء الخوت والانتوراج والمدرسه وزيد وزيد. هل في العلاقات الجنسيه كاين تبادل معتقدات من الطرف الاخر؟ بيان سور بيان سور. كاين واحد المعتقد رهيب، من بعد نقولوا لكم، من بعد نقولوا لكم هذاك الصراحه غنقولوا للبنات في الدوره. الدوره كيكون واحد مفيلتري وبريفي. هنايا البنات صراحه هادي تقريبا كاع البنات اللي معايا في الدوره مزوجين، وحتى اللي ما مزوجاش خاصها تعرف هذه القضيه باش من يتزوج من بعد ما تلقاش مشكل. هذا ماشي غندير لهم هذه القضيه. درت العلاقات العاطفيه وداكشي، ولكن ما زدتش العلاقه الزوجيه والعلاقه الحميميه. برافو خيتي، برافو عليك. هذا ما يمكنش نحطه هنا، بنادم بغى يبدا يسكريني فيديو ويحطه في لي جروب يشدو غير ديك اللقطه بلاش. عكس مجد دابا حسن برافو. علاش معتقد ديال 50 عام؟ بالعكس مع كل احتراماتي، كيفاش معتقد ديال 50 عام؟ ما فهمتش. ما شاء الله الله يعاونك. كم طولك؟ مترو شافية مترو 66 من ديما نقول. حليمة يو اس اي كتعيط ليك الله يهديك. غودي ان عربيك ليف ان هولاند. تشرفين قالك ما كيعرفوش يكتبوا بالعربيه. كتبتوا لي البنات حتى دي زوديو في بريفي سو فرونسي ولا اونجلي، كتقول لك راني كنفهم العربيه مغربيه وداكشي، ولكن زايده وكابره هنا ما كنعرفش نهضر، ما كنعرفش نكتبها ولا هذا. كنقول لهم صافي نكتب تخدمي على راسك واختي، نخدموا على راسنا. اش غنقول لي اش غديري؟ القناع ساره ما يمكنش، ما يمكنش تكوني عايشه بدون هدف وما عندك حتى حاجه في حياتك. وي اللي قلت لكم تحتوا شويه نخرجوا لينا في ساعه. For me to write in Arabic. تانية تاني قالت صعيب عليها تكتب بالعربية. I live in USA. اوكي ماشي مشكل، تشرفنا. وكون لقيتيني مكنعرفش اللونجلي كاع اش كنا غنديرو؟ جاب الله شوية. واش كاين شي ترحيب؟ مرحبا. اه يلاه ساليت لي ميساج، كنت جالسة كنقرا. اوه سخفت. ايوا لا لا المهم بالنسبه للبنت اللي كانت على الكونترول، عادش كنت غنقول لها الكونترول صافي لصقات كونترول. المهم بالنسبه للبنت اللي كنت كنهضر معها دابا على الكونترول اللي كاتبه سامبلي، اللي غادي نقول لك هو حاولي ترخفي شويه كونترول شويه بشويه. انت قلتي براسك انك ما غتخسري والو، حاولي تبداي تلقي من يدك بشويه بشويه، ما تلقيش الصمته كامله غير بشويه بشويه، وشوفي شنو غيوقع، كيفاش غترخي في حياتك، كيفاش غتصولاجي. وطرحي على راجلك نفس الاسئله حيت قلتي بجوجكم فيكم هاد القاعده، ولكن الكونترول خاصو يكون غير ما خصوش يكون بشكل مرضي، فهمتي؟ حتى هو قول لي شنو كيربحك هاد الكونترول، ويلا حيدتي من الا طلقتي الكونترول ما بقيتيش كتكونترولي بهاد الدرجه شنو غتخسر؟ قلت ما خسر والو. شنو غتربح؟ غتربح ترخى شويه وتصولاجا. ضروري تشري لهاد شنو غتربح باش العقل كيشوف شنو رابح شنو خاسر، مضيع وقته معصب ومزير مع سميتو، وشنو رابح. ف المهم مني سميتو غادي يشوف العقل بانه خاسر بزاف الجهد ومعصب مع راسو هذا، وفي المقابل الى لاش الكونترول غير شويه غادي يرتاح، غادي يعاونو تعقلو الباطن بانه يلاشي، حتى انت بداي تلاشي شويه انت وياه. ولكن بداو واحد بواحد، انت دابا مبدئيا غتخافي لاشي كونترول، وهو بجوج قد قد ما تقدروش. انا اصلا ما كنقولش لكم لاشيو كلشي، لاشي انتي وخلي عنده شويه هو شي شويه عاوتاني حتى هو يبدا يلاشي، وبداو تلقاو التوازن الوسط. مرحبا ماشي. في المجتمع العربي ما عندناش ثقافه جنسيه، في كثير معتقدات. وي وي كاينين معتقدات مغلوطه بزاف. شوفوا انا ما كان
شوفوا عافاكم من هنا لقدام، واخا عارفه راسي كل مره غنقولها ملي غنهضر سواء على الجنس سواء على اي حاجه، انا ما كنهضر هنا لا على التديانه، لا احلل ولا احرم ولا كنقول هذا غلط ولا هذا صحيح، كنهضر غير بالمنطق والعقل ديالنا كيفاش كي يستوعب الحاجه. دونك غنهضر لكم على الاجانب. الاجانب ما كتلقاش عندهم مشكل في الحياه الجنسيه بزاف، بيان سور ماشي كلهم، ولكن عامه ما كيكونش عندهم مشاكل بقدر المجتمع العربي، حيت ما كنعاود نقول لكم التحرر ديالهم ما كيهمنيش، حرام ولا حلال ما كيهمنيش، غير كنقول لكم منين جاي المشكل. هذاك التزمت اللي عندنا سواء على الدراري سواء على البنات، حيت حتى الدراري كيعيشوا، وخا يعني يجيب لكم الله غير البنات اللي كيعيشوا، حتى الدراري كيعيشوا اوترومون بواحد الطريقه اخرى، كيدير مشاكل من ورا الزواج ولو ما يكونوش ملحوظين من الناس اللي عرفتوا علاش ما ملحوظينش، حيت اصلا كتلقى الزواج كاين من طرف واحد، في كل شيء يقدر يكون من الطرفين. حاولوا تفهموني، ما غاديش نتعمق انا في الدوره، غنتعمق مع البنات. كتلقى الزواج كاين ديال الطرفين من ناحيه التفاهم ومن ناحيه كل شيء، الا من ناحيه الجنس كيكون المستفيد هو الراجل بوحده غالبا. ما الا كانوا واحد الزوجين شويه واعيين وعارفين اللي عليهم اللي ليهم واللي عليهم، والعلاقه هي من حق الزوجين بجوج، واعيين بهذا الشيء، وهذا الشيء ماشي عيب اصلا حنا نهضروا عليه، هذه توعيه غير الله يهدي الناس وصافي. اون فوا كيكون واحد جوج الناس واعيين وكيكونوا في المجتمع ديالنا في المغرب ولا برا المغرب ولا هذا، كيبداو يلاحظوا شنو الحوايج والمعتقدات والطريقه ديال التنشئه اللي خرجات عليهم في العلاقه الجنسيه، وكيبداو يبحثوا كيبداو يمشيو عند راه كاينين دي بسيكولوج وهذا ديال العلاقات الزوجيه وديال العلاقات الجنسيه بالضبط، وكيبداو يصلحوا. ولكن لا بليبار ديال العلاقات اصلا ما واعيينش، كتعاش العلاقه من طرف واحد، المستفيد هو الرجل في المجتمع، المراه ما عندهاش حتى الحق تهضر وما واعياش اصلا شنو هي العلاقه الصحيه اللي خاصها تكون، دونك هي ما واعياش بحقوقها، ما واعياش ان هذيك العلاقه من حقها كيف ما من حق الرجل، متى من حق الطرفين. فا اصلا كيجي هذاك الشيء هو اللي خاصو يكون، ما واعياش بشنو كاين. ما بغيتش نتعمق اكثر، اللي مهتم راه ليا تما غادي نديرو الجزء الاخر من الدوره السيمانه العشر ايام الثامنه الاخرى، يعني في الشهر الثالث من الدوره غادي نديرو هاد القضيه ديال العلاقه الحميميه، وغنديرو بي ان ال عليها بزاف المعتقدات اللي مخلين العيالات وهذا العلاقه دايره. لي لونغ بلي فاسيل ميرسي. الاستماع الاستماع، تصنطي 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 تصنطي، ديري لي كي تونسي في لاصال وكتصنطي لي ديالوغ، في الدار تفرجي في دي فيلم، فكتمشي في الزنقة عاوتاني تصنطي لي ديالوغ ولا الموسيقى، قراي 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 باش تعمري الباكاج، قراي وخا اللغة ما يكونش عندك كتاب ديالها جبديه بي دي اف، شري الكتوبة اونلين و بي دي اف قرايه، راه كاينين كتوبة ديجيتال بزاف د الحوايج. ولكن شتي الا بقيتي كتفرجي زائد كتقراي زائد كتصنطي الموسيقى وكتصنطي لي ديالوغ مده قصيره وبديسيبلين كل نهار مده قصيره غادي تتعلمي. المهم عرقت وانا بديت نهضر على داك الموضوع وانا نعرق، لا حيت ما غنعرقش في البنات مع البنات في الدوره، حيت غنكونوا غير حنا وبريفي الهضره ديالنا تم بنادم واعي اصلا اللي جاي داخل الدوره، ماشي بحال هنا مفتوح لكل شيء اي واحد يقدر يسجل. ها سجل بغيتي تسجل، هنا ما عندناش كنديروا هنا كنقولوا شي حاجه عيب، حاجه اللي ناري تخيلوا عندنا واحد المجتمع اللي ولا العيب فيها، لا العلم فيها عيب، واللي عيب فيها ولا هو اللي هو اللي خاصو يكون، يعني راه العيب هو الجهل اللي عايشين فيه، وان العيالات ما واخدينش حقوقهم في الزواج، وان هذا هو اللي عيب، هو يبقاو في هذا الجهل ويبقاو مساكن عايشين علاقه من طرف واحد من طرف الراجل، هي ما كايناش في العلاقه نورمالمون، هذا هو اللي عيب وهو اللي ما خصش يتسكت عليه، وخاص الناس يوعاه وخاص كل شيء يعيش حقه اللي عنده في الدنيا وكذا. ولكن ولينا في واحد المجتمع اللي ولا عيب انك تهضر في الوعي وانك توعي، مصيبه كحلة لحظة إدراك، عرفتي كل لحظة إدراك أنا كتزعزعني كديني وتجيبني. يلا كبيدات بسلام عليكم،
بالنسبه للدوره عاوتاني حيت كيسولوني البنات غيبدا الجروب الاول نهار واحد في الشهر، اليوم شحال 14 دونك بقى تقريبا 15 نهار واحد ولا جوج على حساب البنات البروغرام ديالهم امتى غيكونوا مسانين بالضبط. من بعد بالنسبه للبنات اللي غيناسبهم كاين اللي ما غيناسبهاش غادي تجي بالجمعه بحال غنبقاو نديروها كل جمعه، من الجمعه للجمعه ولا من السبت للسبت. البنات اللي ما غيناسبهمش غنقسموا الجروب، غنديروا جروب مثلا 10 البنات غيبقاو كل جمعه والاخرين غيبقاو كل الاربع مثلا الا مناسبهم ولا كل حد، ولكن نفس الدوره غادي تكمل غادي نفس المحتوى نفس كل شيء. بالنسبه لتسجيل البنات راه الدوره فيها 8 المراحل 8 المستويات بدي تكنيك ديال بي ان ال، تنظيف المشاعر، تنظيف المعتقدات، فك التعلق من الهدف وعده اهداف ممكن تكون، قطع الاحبال، بزاف بزاف ديال التكنيك بلاتي نجبدهم لكم هنا. غادي يكون سميتو بالنسبه فيها 3 شهور، وبالنسبه للتسجيل غادي تلقاو انا حتى في السطوري نحط لكم، ولكن غتلقاو واحد سميتو واحد غتلقاو واحد اللي في البيو ديالي، الا ضغطتوا لي غادي يطلع غادي يلوحكم نيشان ديسكوسيون مع ريم باش تفعلوا التسجيل ديالكم. انا عاود نقول لكم باش من دنيا اهلا جوج لايفات هاد النهار، خاصك ترجعي تفرجي في هاد اللايف غتموتي بالضحك. بديتو معصبه وايك الحمد لله. شد شي هاد سميتو ديال لي كوموند ويت دخلوا الكوتشينغ حيت عندي النماري مختلفين ديال الخدمه ديال الكوتشينغ، كل وحده مختلفه باش ما يتخلقشهم. مساء النور زيونات، عييت والله ما عرفتش فين ما عرفتش فين درت لكم البنات هذاك لافيش ديال الدوره، ما عقلتش فين خليتها. إنا نمرة صيفتها ها هي. الو المراحل هما دونك الورشة غادي يكون فيها مدة 3 شهور، كل حصة غادي يكون فيها ساعتين ونص، كل 10 ايام. المستوى الاول غنديروا فيه التنظيفات، تنظيف المعتقدات المعيقه والغير خادمه لحياه افضل بتقنيات الان ال بي، يعني غادي ننظفوا المعتقدات. غندير معكم واحد ليكزيرسيس اللي غنخرج فيه المعتقدات ديالكم على المال، على الهدف ديالكم نيت، على العمل، على النجاح، على الثراء، على كاع داكشي اللي باغي توصلوا ليه. من بعد غادي نديروا لهم تنظيف في هذيك السيونس الاولى باش ننظفوا المعتقدات اللي كتعيقك من انك توصل الاهداف ديالك. من وراها غادي نعطيكم تحدي ديال الاسبوع الاول، غتمشيو ديروا 10 ايام وترجعوا التحدي بالضبط. خساري التحديات كل اسبوع غادي نعطيكم تحدي باش يدخل الايغو ديالكم اللي كيبغي ديما ينجح، ومنين الحصه الجايه يجي قدام بنات انا درت الايغو ديالنا نورمالمون كيدخلنا في المشاكل، كيطلع في الوقيتات اللي ما خصوش يطلع، ولكن هنا اليوم ابو باباه غتنستغلوه باش نطفروه باش يدير لنا شي حاجه زوينه. غادي نحركوه حيت كلشي فاش كيسمع تحدي كيبغي ينجح، زائد تمارين وتوكيدات ديال الاسبوع الاول، زائد الكتاب ديال اسرار عقليه المليونير غادي ياخذوا كاع البنات اللي في الدوره. غادي نبقاو غنقراه حتى انا معاهم غنعاودو. قلت لكم البنات غنشوفوه هنا واش جايباه معايا ولا لا. شوفوا انا راه مخلطه هاد القضيه، ها الماكياج، ها كتوبتي. المهم استغفر الله العظيم. قلت لكم غادي نقراوه اونصومبل. عاد بلاتي حط التليفون تشارج شويه صافي، زي التمارين و سميتو والتوكيدات ديال الاسبوع الاول. المستوى الثاني غنديروا فيه التحرر من المشاعر السلبيه
التي تمنعك من اتخاذ الخطوة للهدف، بحال المشاعر ديال الخوف، القلق، التشاؤم الى اخره. كتكون بعض المرات حيدنا معتقدات، هي غالبا ملي كنحيدو معتقدات ما كيبقاش، ولكن حنا نتحرر من كلشي. كيكون واحد الخوف، بحال البنت اللي كانت ديك المره باغا دير بروجي وما قدراتش، فاش حيدت لها مشاعر ديال الخوف قالت لي عرفتي كنحس بحال كتمشي شي كاز وتحلت دابا سيغ بلاص. هادشي زوين كيحفز. ويختي يعني درت لكم واحد الدوره شامله، راه كانت لي مندير لكم واحد دوره الاهداف. دوره الاهداف هي غير باش بلاصه ما تحطي اهدافك بعشوائيه في راس العام، دوره ديال 3 سوايع ونص تحطيهم معانا منظمين باستراتيجيه منظمه بتنظيم الوقت وكلشي غيكون حسن. راه كان فيها مندير هكاك، مي لا قلت غادي تكون فيها 3 شهور غادي تكون غيش غنيه بالمعلومات وغنيه بالتكنيك ضروري. كان فيها مندير كاين بزاف الدورات غير هضرت معلومات وي غنيين، ولكن معلومات الى عندك حتى شي معتقدات لتحت اللي حابسينك من الحركه ومن انك تدوز الحركه ديك الساعه شي ما قضيناه. داكشي علاش انا هاد الدوره قلت غادي ندير فيها حتى البي ان ال، وقرينا البي ان ال هكاك ضروري ننظف لكم داك العقل. خليت هذاك عرفتي داك الدماغ اللي وريتكم كتحك فيه بالجيكس، نجبد لكم دماغكم نحكوا بالجيكس. من بعد الا كانوا شي مخاوف او مشاعر خايبه اللي كتمنعك من انك تدوز لاكسيون تاخذ الحركه، حتى هما غنديروا لهم تنظيف في الاسبوع الاول. زائد غندير واحد التكنيك ديال بي ان ال ديال التخلص من عاده سيئه ببرمجه العقل الباطن انه يتخلص منها، والتحدي ديال الاسبوع الثاني مع التمارين والتوكيدات. المستوى زائد تقراو الكتاب. المستوى الثالث غادي نديرو فيه هذا الاسبوع الثالث، غنديرو التغلب على تاثير المحيط السلبي بتقنيات الان ال بي والتخلص من التراكمات التي ادى اليها، زائد تحدي الاسبوع الثالث والتمارين والتوكيدات. هنا لاحظوا كيفاش درت لكم التدرج، كاع جوانب حياتك غتدخلي وحده وغتخرجي وحده اخرى. يعني في الاول التغلب على محيط تاثير المحيط السلبي. بزاف البنات كيديروا التغيير بان كتغير راسها ولكن كيبقى مأثر على المحيط السلبي، مما يؤدي انها كتبقى مركزه على السلبيه كترجع حتى هي سلبيه وكتبدا تبرمج اعاده البرمجه بحوايج سلبيه من المحيط السلبي. هنا كاين واحد التكنيك ديال بي ان ال خطيره جدا، كتخليك من وراها كتولي الناس كيهضروا بحال انت داير ليكيت، الناس السلبيين ما كيبقاش عندهم تاثير عليك بيان سور، مع التخلص من التراكمات التي ادى اليها. حتى هي التكنيك ديال بي ان ال في الاسبوع الثالث، حيت خاصنا نبداو نغيروا راسنا في الاسبوع الاول الثاني نوليو ايجابيين، من بعد نرجع للتراكمات. كل شيء هنا حتى حاجه ما دارت عبثيه، كل شيء ترتيب ديالو محطوط لهدف ومدروس. علاش كن السيمانه الاولى غادي نبداو بالتخلص من شنو اسم الكتاب اسرار عقليه المليونير. هنا خاصك تدخل شويه ايجابيه، تنظف شويه المعتقدات السلبيه، تنظف سميتو عاوتاني تحرر من المشاعر. عاد كدير عاد غندوزو التحرر من المحيط السلبي. الا حنا النهار الاول نبدا بالسلبيه كتفقد طاقتك كتفقد سميتو وكتكون باقا عندك واحد المشاعر وباقا عندك معتقدات، مما يؤدي هذوك المعتقدات اللي عندك ديال المهم ما بغيتش نعطي لها ديتاي بزاف. هذوك المعتقدات اللي عندك كيكون عندك معتقدات حتى على هاد الناس اللي حولك، مشاعر حتى لهاد الناس، مما يؤدي اننا فاش غنبغيو نديرو التكنيك بي ان ال غادي تجي المقاومه، غتخرج ريزيستونس وما غنقدروش نديرها. داكشي علاش قصدا يعني مقصوده درت في الاول التنظيفات ديال المعتقدات، عاد الثاني التحرر من المشاعر ومن عاده سيئه، عاد في المستوى الثالث غادي نديرو نحيدو التراكمات بعد ديال هاد الناس كاع داكشي اللي جمع عندك، ومن وراها غادي نديرو واحد التكنيك ديال غيوليو غير مسموعين بالنسبه لك، يعني حتى لهاد الدرجه غتسمعهم مي غيوليو بدون تاثير عليك، بحال كيهضروا بالشينويه الهضره السلبيه ديالهم ما كتاثرش عليك. المستوى الثالث. المستوى الرابع غنديرو فيه فك التعلق بالهدف والمال والتعرف على الحاله العاطفيه وراء التعلق. غالبا اي تعلق عندنا كتكون وراء واحد الحاله عاطفيه، ديما غنتعرفوا على هاد الحاله العاطفيه اللي وراه، زائد غادي نديرو فك التعلق. درت المال حيت بزاف البنات اللي كانوا معايا في الدوره اللي فاتت بغاو فك التعلق بالمال، حيت ما دمت معلق بالمال ما غاديش يجيك. كيقول لك من تعلق بشيء عذب به، اللي غيتعلق بشي حاجه من غير الله غيتعذب بها، هي اللي ما غاتجيش. تعلقتي براجل هو اللي ما غيديكش، وزيدو زيد. دونك هذا داكشي علاش الهدف، علاش درت بالهدف والمال. كاين اللي غتكون تعلق بالزواج مثلا غتحيد تعلق بالزواج باش تقدر تزوج، كاين اللي غادي يكون تعلق بفورمه زوينه
الشيء اللي كيخليها بعيده على ما خلات ريجيم ما خلات والو بكثر التعلق الهوس ديالها باش غتقاق ما قدراتش ترقاق. داكشي علاش درت التعلق بالهدف والمال. فك التعلق زائد التحدي بيان سور ديال الاسبوع التالي الرابع والتوكيدات ديالو التمارين ديالو. المستوى الخامس غنديرو تغيير الحاله النفسيه والعاطفيه الى حاله متوازنه وصحيه بتقنيه PNL. هنا غنديرو واحد التمارين تقريبا هاد المرحله الخامسه غتخرجوا فيها كلكم كطيروا بالفرحه. غندير واحد لي تكنيك بزاف ماشي وحده ماشي جوج غير ديال السعاده ديال مشاعر السعاده وديال تغيير الحاله النفسيه. يعني صافي هي غادي تكونوا شهر لا 10 ايام الخامسه هي 50 يوم نهار 50 يوم غادي تكونوا صافي او الفرحه الفرحه ما تخيلوش. خاصنا حيت صافي حنا كنوجدوكم سميتو خاصكم تخرجوا من الدوره عمليين ويعني منجزين بواحد الحماس. دونك المستوى السادس غادي نتعلموا فيه ستتعلم كيفيه تحقيق الانسجام مع العمل والمهارات والقياده لانتاجيه افضل مع تقنيه الفيزيون زائد تحدي الاسبوع السادس. هنا لا قررت ندير لكم في السادس. لاحظوا في الاول بدينا بتنظيفات التحرر من المشاعر تنظيف المعتقدات الغير الخادمه فك تعلق المال وداك الشيء التغلب على التاثير السلبي رمي التراكمات ديال المحيط السلبي هادشي كله تنظيفات. عاد جينا المستوى الخامس تغيير الحاله النفسيه ونطلعوا الدوبامين. عاد المستوى السادس غادي نتعلموا كيفاش نتساجموا مع العمل باش ما تدخلوش يا اختي مع العمل ديالكم والهدف ديالكم بمشاعر سلبيه. كنتخلصوا من داكشي في ربعات المراحل الاولى. مرحله خمسة كيبدا الزيونات كيبدا الحماس كتبدا الحياه الافضل. دونك هنا المرحله السادسه غندير لكم واحد التكنيك كيديروها لي كوتش ديال السبور منذ زمان زمان اكثر من 30 سنه. الناس اللي كيديروا داك القفز العالي وكينقزوا وكيدوروا ثلاثه دورات اربعه في السماء حيت هذوك القفزات خطيرين. يعني دابا كتشوفوا الناس دايرين براتيك مي تخيلي معايا وحده يلاه بدات فهاد السبور غدير اول قفزه ديالها صعيبه كيقدروا يتهرسوا هرسات خايبين من الركبه ديالهم من هاد. كيستعملوا معاهم واحد التكنيك ديال كيشوفوا الهدف فيزيون كيشوفوا الهدف ب PNL وكيطبقوه كيشوفوا الخطوات ديالو حيت تما ما غاديش تكوني خايفه من انك تطيحي. منها كتعرفي الخطوات اللي غديري تما ومنها حيت العقل الباطن ما كيفرقش بين الواقع والتصور كيولي يجيه راك درتيها دونك ما كيبقاش داك الخوف كيولي يشوفك راك درتيها من وراها فاش كينوض يديرها ديال بصح كيشوف ديك الخطوات اللي شافها في الخيال ديالو وهكا كيخدموا بها منذ اعوام 30 سنه تقدروا تقلبوا عليها حتى في ديال الماراطون حتى في كل شيء الكوتش ديالهم كيدير لهم في السبور هما PNL. PNL اش داروا بيه PNL راه الناس جارين جوتا وكيسحب لهم جارين خنشه ديال البطاطا منين البوليس قلبوا لهم الدم ديالهم ما كاين لا مخدرات لا الكول لا والو غير PNL ايبنوزاوهم الناس داروا لهم ليبنوز بيان سور هذاك الشيء ديال الاجرام. داكشي علاش تمنعات راه كنقول لكم ديما ممنوع ليبنوز الكامل ديال 100% ممنوع الا على لي دونتيست لكتي غتحيدي الضرس ولا هذا ولا عمليه وما كتقدريش ما كيشدش فيك البنج على لي بسيكياط هادو هما الوحيدين اللي كيقدروا يديروا دابا ليبنوز الكامل 100% اللي عندهم الرخصه في العالم تمنع. دونك قلت لكم يعني راه خطير جدا خطير جدا كيقدر واحد يدير بك جريمه بلا ما يوسخ يديه يدير لك ليبنوز ويصيفطك ديري اللي بغا ما تعقلي على والو غد ليه تلقاي راسك حدا الجثه بالدم وداكشي خطير 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 جدا. دونك المهم حنا كنديروا النصفي بيان سور 50% ما كاينش فرق بيناتهم. الفرق ان الاخر العقل الواعي كيمشي تماما ما كتعقلي على حتى حاجه وهذاك خايب ماشي خايب زوين ولكن انت ما عاقلاش وما عارفاش شكون كيديروا لك باش عرفتي انت ما تيليشارجيش لك شي حوايج خايبين ولا زوينين معتقدات زوينين ولا خايبين انت ما عاقلاش. باركونت هنا كيكون العقل الواعي حاضر ب 50% وعقل الباطن ب 50% عقل الواعي قلت لكم العقل الباطن ديما حاضر اصلا غير هو كيكون العقل الواعي حتى هو حاضر ب 50% دونك انت عاقله على كل شيء واعيه بكاع داكشي اللي كيوقع. Everyone can be successful. كل شيء يقدر ينجح في الحياة. دونك قلت لك هذا زوين غديروا فيه الفيزيون ماشي غير تكنيك وحده. التكنيك الاولى اللي قلت لكم كيديروا لي كوتش ديال السبور من بعد غنديروا التكنيك الثانيه ديال الفيزيون ديال 12 حاجه بغيتيها تكون في حياتك من هنا 15 عام باش تحفزوا العقل الباطن يبدا يخدم عليها من دابا. المستوى السابع بيان سور نورا غنعطيكم التحدي ديال الاسبوع هذا كل اسبوع عنده التحدي ديالو التوكيدات وداكشي التمارين. المستوى السابع تنظيف معتقدات العلاقات الشخصيه للتمكن من الحصول على علاقات داعمه
في الحياه، زائد تحدي الاسبوع السابع داكشي. هنا غندوزو للعلاقات، لا لاحظتوا في الاول بدينا الاهداف وداكشي. في المستوى السابع غادي نديرو تنظيف المعتقدات ديال العلاقات العامه اللي عندك، لا في سوسيال ديالك مع راجلك مع اختك مع باك مع العائله مع العلاقات، باش تقدر تحظى بعلاقات داعمه وزوينه في حياتك، حيت ما حدك عندك معتقدات مفلسه تلاقى مع الناس مفلسي. زائد التحدي ديال داك الاسبوع اللي حتى هو زوين عنده علاقه بالعلاقات. المستوى الثامن ستتعلم كيف تكون دائما مستعد للفرص، وبذلك لن تضيع الفرص التي تأتي بها الحياة. زائد التحدي الثامن والأخير لتنطلق في حياتك بنسختك الجديدة والرائعة. هاي اللور أورلوس نخلوا تواركم مباركم سعود عليك. هنا المستوى الثامن غادي نتعلمو كيفاش نكونوا ديما جاهزين للفرص، حيت الفرص ما كيجيوش عند كل شيء، الفرص كيجيو عند الناس اللي واجدين لهم. حتى حد تخيلي معايا فرصة ديال مستثمر لاباس عليه، باغي يرتاح، باغي يستثمر فلوسه، باغي انفيستي، دونك كيقلب على شي واحد اللي واعر في شي حرفة ولا في شي حاجة، غيعطيه الفلوس وهو كيعرف ناس في الدار الاخر، غيجي غي يتفنن بدوك الفلوس، وفي الاخر هو غياخد 50% ديالو في الشهر، يعني ارباح هو ناس في الدار. دونك هنا في نظرك نتيا الا كنتي ارشي ملياردير غتمشي تلوحي فلوسك في الزبل عند اي واحد؟ لا. ايوا الا لا الا انت جالسه وكتسناي انا عندي الافكار وعندي هذاك، انا خاصني فرصه خاصني الفلوس، كوني اكيده كون كنتي جاهزه كون جاوك فرص، حيت ما جاهزاش ما يجيوكش فرص، فهمتي؟ دونك داكشي علاش درت هذه القضيه ديال المستوى الثامن ان تكونوا جاهزين للفرص. زائد فكرتوني في هذه القضيه ديال العلاقه الجنسيه في الزواج، العلاقه الحميميه. المستوى السابع في تنظيف معتقدات العلاقات الشخصيه، غنديروا حتى معتقدات ديال العلاقه الحميميه ديال الزوج والزوجه ان شاء الله غنزيدها لكم، ونقدر نزيد مستوى تاسع يعني حصه اخرى على هذا الموضوع، المهم غادي نشوف. هو هذا دونك قلت لكم التسجيل، راه تواصلوا مع ريم وشوفوا الجروب الاول كان. المهم اخر مره هضرت مع راه ديما كنقول لكم والله ما عندي علاقه بالبروغرام، راكم عارفين كنوجد السيمينار اللي عندي هنايا في تركيا، كنوجد الدوره مازال كنزيد في المحاور ونزيد سميتو، كنقرا راكم شتو يلا خرجت من الحصه، كنخدم صاحبتي في التجاره شي باش مضناش كنخلاو التواركا غارق في الخدمه تاع هنا، ولدي الدار هذه المسؤوليات، دونك ما يمكنش ليا فهمتو غير فهموني عندي بزاف د الحوايج. دونك انا هنا كنهتم بالدوره والبروغرام وداكشي اللي غنعطيكم. التسجيل سيروا عند ريم، تخيلوا معايا اقل ديتاي ما عارفاش دابا، غير مؤخرا فاش هضرنا قلت لها فلانه واش باقين البلايص، قالت لي وي راه باقين شي جوج ولا ثلاثه ديال البلايص في الجروب الاول. داكشي علاش والله ما يعني ما كنبقاش متابعه بزاف. دونك تواصلوا معاها، راه النمره غادي تلقاوها في البيو، غتلقاو ليا غتوركوا عليه او لا الا اونغيستريت سميتو غتلقاوه في اول كومونتير ولا في الديسكريبشن صافي، وسولوها غتعطيكم كاع لي ديتاي، غتعاود تصيفط لكم هذا البروغرام اللي قلتو لكم دابا كامل. مازال ما كان غير الحب اليوم الحب 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 الحمد لله صافي. وشوفوا الا مناسبكم تسجلوا، الا لقيتوا بلاصه تسجلوا في هاد اليوم، الا ما لقيتوش بلاصه راه الجروب الثاني غيبدا من هنا الشهر. بنات بزاف فلتو سميتو المره اللي فاتت تعقلوا في دوره الاهداف مجده هادي، صدقوا بقاو كيتسناو شهر حتى نظمنا الجوله الثانيه. دونك ما عندي ما ندير لكم الا فلتو هذا، ما عندنا حيت انت ما غتبغيهاش لراسك، واش تبغيني نبقى ندكس بنادم 30 40 50 في دوره واحده وما نعطي حتى واحد حقه؟ لا، داكشي علاش خاص كل واحد ياخذ حقه. ما غنفوتش 25 واحد في دوره واحده، الجروب الثاني تبداي معاه. وهو هذا حتى بالنسبه للحصص وليت كنصيفطهم كنبعدهم، لا لاحظتوا مؤخرا كندير غير شويه ديال لي سيونس في النهار جوج ثلاثه، حيت البروغرام عندي عامر، راه واحد البنت يعني كنعطي الاولويه بيان سور للبنات اللي متبعين معايا حيت خاصهم يكملوا، اللي كنديروا سيمانه سيمانه هذوك كنعطيهم الاولويه، حتى الا مشات غبرت جوج سيمانات كانت مشغوله ولا مسافره بحال دابا اغلبيتهم مسافره مع عثمان ومسافروا حتى الوسط العام، كاين شي عطله وانا فراسيش وكيرجعوا كنعاود نعطيهم الاولويه. ودابا راه وحده نيت من لي كليون ديالي وجالسه كطلبني على واحد الدري كتعرفوا، قلت لها شوفي قل من شهر ما يمكنش ليا ناخذه. دونك كنتمنى تفهموا، راه كتشوفوا السطوريات
على عينيكم حاضرين، ما كنحكش راسي. امتى اخر مره جلست تفرجت في فيلم؟ ما عاقلاش تفرجت الشهر اللي فات وقيل. داكشي علاش دابا غنجلس نتفرج في فيلم 11 طولوت وانا فايقه بكري فيا النعاس، ولكن غنمشي نتفرج في فيلم ديال ساعه ونص ونعس. معليك هي بحال قلتي غنعس مع الوحده ماشي مشكل، توحش نتفرج في فيلم اختي ونطرخ. يلا بسلام عليكم، كنبغيكم بزاف. شكرا 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 اللي بقى في اللايف حتى لهاد اللحظه.